صاد خمس لقاءات ست نقاط للأهلي وحارس مرمى فريق الأهلي. الأهلي وصيف الموسم الماضي يحاول استعادة اللقب 12 مرة للدوري الليبي موسم 63-64 وصافرة البداية من الحكم مصطفى الدرسي. الأهلي بالأخضر على يمين الشاشة والاتحاد المصراتي باللون الأسود المزركش مع الأخضر. فريق الاتحاد المصراتي هذا المدرب مراد العقبي في أول تجربة لي في الملاعب الليبية. نبيل الخضري ومتابعة من القديري يخطف الكرة القديري ويتوغل لو ينطلق من الناحية اليسرى تطول الكرة على القديري. 11 مدرب من 20 مدرب يعني 11 من 20 يدربوا من 11 اليسرى انطلاقة من محمود عكاشة. عكاشة والعرضية تأتي ولكن سهلة عند علي الشعف. أخرى للاتحاد المصراتي مقوس الكورة والرأسية بعيدة هذه المرة. منصور رزق لناحية اليمنى الآن جدور انطلاقة من عبد الله الشريف فكرون انطلاقة من بالقاسم الكورة ما يلحقش بها كريست. القديري يلعبها وفكرون يبعد الكرة ويبعد الخطر من أمام المنطقة جزاء فريق الاتحاد المصراتي. دفاع فريق الاتحاد المصراتي يمر والعرضية من محمود عكاشة تمر الكرة جدور يلعبها لمعتز بالله بوشينا ومتابعة للشعافي. عافي الصافرة تاتي مقوس الكرة وضربة رأسية من منصور رزق. القديري يحاول أن يمر القديري والكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة الكرة لفريق الأهلي. الكرة العرضية تأتي من عكاشة وتدخل من سينالي عودة أبو القاسم رجب عبد الله الشعافي. منصور يلعبها ولكن تصطدم بالقاسم رجب هجوم الاتحاد المصراتي. كريستي ينطلق كريستي يلعبها لابو القاسم رجب فرصة الشعافي ونشنوش يبعد الخطر. الشعافي في هجوم سريع ومباغت للاتحاد المصراتي وهذه لقطة اللي عاد للفرصة السابقة والتسديدة ونشنوش وارتماء وركلة ركنية كانت أخرى لدفاع الأهلي ويفتك الكورة وركلة جزاء يتحصل عليه فريق الاتحاد المصراتي. يطلب تنفيذ الكرة وركلة جزاء مباغتة مع انطلاقة هذا الشوط الثاني وعبد الله الشعافي. أكيد الأفضلية على عبد الله الشعافي باعتباره سيسدد الكرة ونشنوش في مواجهة الشعافي. عبد الله الشعافي في تنفيذ هذه الكرة الشعافي يسجل الهدف الأول للاتحاد المصراتي. هدف أول للاتحاد المصراتي في الدقيقة الثالثة من زمن هذا الشوط. أكيد كيف ستكون ردة الفعل هذه لقطة الإعادة والشعافي والهدف الأول لفريق الاتحاد المصراتي. هجومية للفريق وهذه لقطة الإعادة لركلة الجزاء اللي احتسبها الحكم. تلعب لصالح الطاهر كرة العرضية خطيرة. الطبال تبقى الكرة في اللعب وتغادر الكرة أعتقد محمد الطبال وكرة مباشرة للحارس في المكان المناسب علي الشعافي حارس مرمى الاتحاد المصراتي. علي الشعافي يلعب كرة عالية كرة هجوم لكريست كريست الثاني للاعب الكونغولي باكالي كريست. باكاكي كريست ينال البطاقة الصفراء 25 سنة لهذا اللاعب. الكرة للطاهر داخل منطقة الجزاء محمد مكاري والتسديد أنتيش تصدم الكرة بأنتيش وبعدها خارج أرضية الملعب. عودة كريست الطبال والعرضية يلتقطها علي الشعافي تلق من الناحية اليسرى الكرة داخل منطقة الجزاء صالح الطاهر تتهيأ الكرة وتضيع منتصف صالح الطاهر يسدد كرة ولكن لم الانطلاقة في الناحية اليمنى والعرضية من حسام بوسنينة صالح الطاهر تبقى الكرة في اللعب والحارس على مرتين. الطبال يبحث عن لاعب يمرر للكرة كرة وضربة رأسية خارج داخل منطقة الجزاء الهدف الأول أحمد القديري الهدف الأول للأهلي. هذه لقطة الإعادة للهدف أحمد القديري
الكرة رمي تماس لوسام بوسنيل، محمد طبال يلعبها بسرعة، وسام بوسنيل الكرة عرضية والتعادل، التعادل التعادل في الوقت بدل الضايع. صالح طاهر الراسية، راسية صالح طاهر واحتسب كبدل ضايع من صالح طاهر. صالح طاهر يعدل بعد أحمد القديري، صالح طاهر يسجل الثاني، وبعد تقدم فريق الاتحاد المصراتي